اهلا بيكو. دلوقتي انا ان شاء الله هبتدي معاكم بان انا ادي لكم بسرعه فكره عن الكورس، بحيث ان انتوا وانتوا معانا في الفيديوز الجايه واحد ورا التاني تبقوا عارفين احنا بالظبط رايحين فين وايه المطلوب او ايه المخرجات اللي هتطلع من ورا الكورس بتاعنا ده ان شاء الله. مبدئيا to get started، خليني الاول اقول لكم الكورس ده عبارة عن ايه. الكورس ده عبارة عن ابجديات. احنا علشان نتعلم project management probably هنحتاج ناخد مجموعة كبيرة جدا من الكورسات في مجالات مختلفة. علوم البروجكت مانجمنت، وان انا اقصد كلمة علوم مش علم، علوم بروجكت مانجمنت كبيرة ومتفرعة فيها تخصصات كتيرة، لكن دايما في مقدمة ومدخل. الكورس بتاعنا ده هو المقدمة والمدخل لعلوم البروجكت مانجمنت. الخلاصة من كلمة مقدمة هو ان اللي احنا هنعمله هيبقى في الاصل عبارة عن محو أمية بروجكت مانجمنت. يمكن بعضكم خد بروجكت مانجمنت قبل كده في كورسات مختلفة. اغلب الكورسات مثلا في الجامعة بتركز على ما يسمى بالسي بي ام والبيرت، ودي ادوات من الادوات بتاعت البروجكت بلاننج اللي بتستخدم بشكل مستمر. احنا يمكن هنتكلم عنها في السكة، كلمة بيرت وكلمة سي بي ام يعني هنذكرهم واحنا بنشتغل، لكن احنا هنأسس مع بعض الفرشة اللي نطلع من فوقيها على علوم البروجكت مانجمنت. هنبتدي نتكلم في الابجديات دي بان احنا نتعرف مع بعض على شوية اساسيات. الاساسيات دي هتلاقي عبارة عن البيزك فوكابلري بتاعنا، ومن خلاله هنقدر نطلع على التفاصيل اكتر. وهنا لما بكلم بتفاصيل ما اقصدش تفاصيل في العلوم على قد ما هي تفاصيل في المعلومات. مع ذلك احب برضو هنا اقول ان احنا الكورس بتاعنا ده بيؤهلنا ان احنا نتقدم لامتحان اسمه CAPM، هذكر تفاصيل اكتر عنه بعد كده. ده امتحان خاص بمؤسسة اسمها Project Management Institute PMI، اكلمكم عنها ان شاء الله في فيديو تاني. المهم ان الكورس ده بيساعدنا او بيؤهلنا ان احنا نقدر نقدم على الامتحان. الكورس عبارة عن مجموعة من النقط اللي هنتعلمها. هنبتدي فيها بتعريف ايه الهدف وازاي الهدف ده يبقى قابل للتحقيق، وبعدين نتكلم شوية عن بعض التعريفات وبعض المفاهيم في البروجكت مانجمنت زي كلمة بروجكت مانجر وبروجكت مانجمنت وبروسس وبروجكت والفرق بينهم. نتكلم كمان على ازاي نعمل بروجكت بلان بسيطة، النقط الأساسية فيها. وهنا يمكن احب اذكر ان البروجكت بلان مش هي البروجكت، ده الخطة وده جزء اساسي من البروجكت صحيح، لكن مش هي كل حاجة في البروجكت. وبعد كده نتكلم على حاجة اسمها البروجكت مانجمنت لايف سايكل، سوري البروجكت لايف سايكل. البروجكت لايف سايكل دي زي دورة حياة اي كائن، لها بداية ولها نهاية ولها شوية مراحل في النص، نتكلم عن بعضهم. وبعدين هنخش نقضي وقت طويل مع بعض بنتكلم عن ما يسمى بالبروجكت مانجمنت نوليدج ارياز. البروجكت مانجمنت نوليدج ارياز دي الحاجات اللي المفروض البروجكت مانجر يبقى على دراية بيها. وزي ما قلت لكم مفيش حاجة اسمها واحد يبقى عارف كل حاجة، انت بتبقى عارف الفاونديشنز وبعدين انت بتتخصص في حاجة من النوليدج ارياز دي. مع ذلك ممكن تبقى بروجكت مانجر ليه؟ لان انت بتبقى تعرف بقية الارياز لكن عندك قوة في واحدة منهم بتقدر تشتغل بيها. المهم مش هقضي وقت اكتر من كده دلوقتي. احنا اغلب وقتنا في الفيديوهات بتاعتنا وفي الكورس بتاعنا هنبقى بنتكلم على البروجكت مانجمنت نوليدج ارياز، هي بتاخد تقريبا نص الكورس او اكتر، لكن الحاجات التانية هتاخد وقتها برضو معانا ان شاء الله.
فدي أرجو إنها تكون مقدمة سريعة علشان تبقوا عارفين الكورس بتاعنا رايح فين، وبعدين هنبتدي من الفيديو الجاي إن شاء الله نبتدي بقى ندخل على البروجكت مانجمنت وإزاي نشتغل فيه وإزاي نعمله. أشوفكم في الفيديوهات الجاية كلها إن شاء الله.